كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذته وقراء صحيحي وشراحي في الدارين آمين. الباب 13 من الكتاب 37، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 78 بعد 305,000. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيضع يده. يبقى أول أدب من أدب الطعام إن كبير القوم وأفضلهم هو الذي يبدأ يفتتح الطعام، ثم بعد ذلك يأكل أو يأكل الناس. وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها عشان يأكل معاها، لأنها حتاكل من غير ما تسمي، فهي مستعجل، الشيطان دفع هذه الجارية عشان تلحق تأكل قبل ما النبي يسمي، عشان يلحق يأكل حاجة، زال كان واقع من الجوع، فهم؟ فراح النبي ماسك الجارية، فراح إيه؟ جاء ودفع أعرابي عشان ياكل بسرعة قبل ما يسمي، والنبي مسك الاثنين صلى الله عليه وسلم، وبيعلمنا يقول: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، كأنه إذا ذكر اسم الله عليه يحرم على الشيطان أن يأكل منه، لا يستطيع أن يأكله يعني. يبقى تاني حاجة نبدأ الطعام بسم الله بالتسمية، يبقى يبدأ الطعام أفضل القوم ويبدأون الطعام بالتسمية. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدها صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا الأعمش عن خيثمة ابن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان قال: كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال: كأنما يطرد، وفي الجارية كأنما تطرد، وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزاد في آخر الحديث: ثم ذكر اسم الله وأكل. ولو مجموعة هتاكل، لو واحد بس ذكر اسم الله يكفي عن المجموعة، ولكن الأفضل إن الكل يسمى، الأفضل، لكن لو واحد سمى، عشان كده بنبدأ بكبير القوم وأفضلهم، ليه؟ لأنه هيسمي 100%، عارف أدب الطعام، يبقى إيه؟ اطمأننا إن الشيطان لا يأكل، وأكل الشيطان هو أن يأكل فلا تشعر بحلاوة الأكل أو بفائدة الأكل، فيسلبك فائدة الأكل وحلاوته و
وتشعر بقلته وعدم بركته فلا يكفي الناس. وعن أبي قال وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعربي. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى العنازي قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. فيبقى الإنسان أول ما يدخل بيته يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حتى لو ما كانش في حد في البيت يقول كده، ولو في حد في البيت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبقى ذكر اسم الله. لكن افرض داخل البيت ما فيش حد قاعد فيه يقول إيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بسم الله ولجنا يعني دخلنا، وبسم الله خرجنا، اللهم إنا نسألك خير المولج يعني المدخل وخير المخرج، دعاء الدخول المنزل. أول ما تقول كده الشيطان يقول ملناش مبيت عند الناس دي، مش هنعرف نعيش معانا، يمشوا. تيجي تاكل تقول بسم الله، يقول لك كمان ولا هنتعشى. يوم ما تواظب على كده ما يبقاش عندك شياطين في بيوتك، فهمت؟ يوم يحل محلها ايه الملائكة، تلاقي بيتك فيه بركة وفيه سكينة وفيه هدوء نفس وفيه راحة. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. طب افرض واحد بدأ الأكل ونسي يقول اسم الله، يقوم أول ما يتذكر يقول بسم الله أوله وآخره، يقوم الشيطان يتقيا ما أكله ويمشي، يقول بسم الله أوله وآخره، كويس؟ بمجرد أن يتذكر، حتى ولو تذكر بعد الفراغ من الطعام يقول بسم الله أوله وآخره، حتى لو تذكر بعد الفراغ من الطعام، خدت بالك؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، لأن الشمال جهة إيه؟ جهة الخزي وجهة الندامة وجهة التعامل مع الأمور المستقذرة، فهمت ازاي؟ فالجهة اليمين جعلها الله هي جهة البركة، وطالما الأكل تريد أن تأكل ببركة يبقى تأكل بجهة اليمين، لكن عندما تزيل نجاسة أو بتستنجي تستعمل الجهة الشمال، يعني إزالة قذر تستعمل إيدك الشمال، جلب مصلحة ومنفعة تستعمل الإيد اليمين، بتتناول المصحف بتتناول كتاب بتناول أخيك شيء يبقى باليد اليمنى، بتصافحه وتصافح باليد اليمنى، تأكل تأكل باليد اليمنى، وهكذا. يبقى جهة اليمنى جهة التكريم والتشريف، حتى لو هيبتدي يصفف شعره يبدأ بالجهة اليمنى، يبقى يتوضأ يوم يقدم الميامن على المياسر، مش كده برضه؟ وهكذا، يبقى دي جهة مقدمة، هيدخل بيته يقدم الرجل اليمنى علشان يبقى فيها بركة، هيدخل المسجد يقدم الرجل اليمنى، هيدخل بيت الخلاء يقدم الرجل اليسرى، وهو خارج يقدم الرجل اليمنى، كل دي آداب عند المسلمين يراعونها حتى يتميزوا عن الشيطان، لأن الشيطان هو عدونا، فلا نتمثل عدونا ولا نقلده بل نتعمد مخالفته لأنه هو عدونا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ومن اتخذ الشيطان عدو بعد عن عادات الشيطان، والشيطان يأكل بغير ذكر بسم الله فلا بد أنك تذكر، الشيطان يحب القذارة
ويحب الروائح الكريهة، والمسلم يتطيب ويستحم ويلبس أفضل ثيابه وأنظف ثيابه، كل ده علشان يتميز عن هذا العدو. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن عمر قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حا قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري بإسناد سفيان. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر بن محمد قال: حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، يعني لا يتناول بها شيء. يعني واحد بيناولك حاجة، فمن الأدب أنك تتناولها باليمين. تريد أن تناول إنسان شيء، من الأدب أن تناوله باليمين. وفي رواية أبي الطاهر: لا يأكلن أحدكم. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، يعني تكاسلا أو كبرا أو أنا متعود كده. على فكرة ما كانش منافق الرجل ده كان مسلم عادي، بس عاصي، عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كانش منافق، كان اسمه بصر. الرجل اللي قال كده كان اسمه بصر، صحابي وانصاري، ولم يكن من المنافقين كما قيل في بعض التفاسير. لكن هو قالها تكاسلا أو إيه، أو إنه شايف إن الأمر باليمين ده يعني أمر يعني مش على سبيل يعني التأكيد قوي يعني، فقال: أنا لا أستطيع. فشوف شؤم التكاسل عن طاعة النبي شلت يده. النبي قال له: ما استطعت، فشلت يده، عقوبة له. حتى ساعتها يبقى ايه، مش عاصي للنبي، لان لما تشل اليد اليمين يبقى هياكل بالشمال خلاص بدون معصية. يبقى النبي خدمه ولا ما خدموش؟ حوله من حال المعصية الى حال الطاعة. شوف رحمة النبي، رحمة للعالمين، لأن النبي بيقول له: كل بيمينك، وهو يمينه سليمة. قال له: لا أستطيع، أنا باكل بالشمال بس، ويقيله تسلت. فقال: ما استطعت، خلاص ما يجراش حاجة، ما استطعت. فبالفعل إيده اليمين اللي هو كان بتتحرك صارت مشلولة، فبقى ساعتها بياكل بشمال وهو طائع غير عاصي وصادق غير كاذب. فشفت بقى رحمة النبي، شفت رحمة العالمين بهذه الصورة. وإلا كان لو فضلت إيده دي سليمة وفضل يأكل بشماله، هيفضل عاصي لأبي القاسم طول عمره، حوله إلى طائع له طول عمره. شفت رحمة النبي بأمته صلى الله عليه وسلم. فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمعه من عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. عمر بن أبي سلمة ابن ستنا أم سلمة، كان متربي ربيب للنبي في حجره، فكان بيعلمه
وانا عيل صغير بقى ايده كده بتطش في الصفحه، قاعد بيطبش كده في الاكل، عيل صغير. فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رحمه، يبقى تسمي الله وتاكل بيمينك وتاكل مما يليك. وطبعا في سنن قبل الاكل، انك تغسل ايدك عشان تطمئن ان ايدك نظيفه، واخد بالك؟ وبعد الاكل تغسل ايدك تاني عشان تفضل نظيفه، يعني غسل اليد قبل الطعام. وكمان في سنن قبل غسل اليد انك تقلم اصفارك، ما تبقاش اصفارك طويله، لان ممكن القاذورات تبقى داخله جوه الظفر، تيجي تاكلها تختلط الاقذار اللي داخل الظفر مع الطعام، فالانسان يصاب بامراض. كل دي رحمات. شفت ديننا وسنه النبي جميله ازاي؟ تقليم الاظافر يضمن نظافه اليد، وبعدين يغسل ايده، وبعدين ياكل. حاجات بمنتهى البساطه تمنع النزلات المعويه والامراض المعديه، وتمنع بلاوي كتيره، وسنه جميله من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني من قدامك، يعني لان البركه بتنزل في وسط الطعام، فتاخد انت من حواف الطعام حتى تترك البركه تنزل في وسطه. وعنه به قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال: حدثنا ابن ابي مريم قال: اخبرنا محمد بن جعفر قال: اخبرني محمد بن عمرو بن حلحله عن وهب بن كيسان عن عمر بن ابي سلمة انه قال: اكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت اخذ من لحم حول الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. وعنه به قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية. اختناث الاسقية يعني ايه؟ عارف انت السقاء ده كانت قربة بيبقى فيها مية، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى انك تفتح انت وكاء الرباط، يعني السقية ده، وتروح تاني حرفها وتدخل بقك كده جواها تشرب، هتقرف الناس يا اخي، هتخلي الناس تقرف تشرب مكانك، فهمت ازاي؟ وبعدين نفسك يدخل في البتاع، يؤدي الى تسرع فساد ما فيها من ايه؟ من مشروبات، واخد بالك؟ واستقذرها من باقي الناس. فالنبي نهى عن هذه الافعال التي ايه؟ تؤدي الى ضياع مالية الشيء، لان لو لقيت واحد عمل كده هتقول خلاص ارموا القربة دي، ده مش عايزينها، مش هنشربها بعد كده. ده اسمه اختناث الاكل، اللي هو ثني فم القربة الى خارج والشرب منه مما ينتنه. دي تعريف اختناثها يعني. وعن ابي قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: اخبرنا ابن وهب قال: اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي سعيد الخدري انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقيه، ان يشرب من افواهها. يعني كانه بيشرح حركه اهو، يبقى ما فيش داعي انك انت تشرب من الازازه الكبيره اللي كل الناس بيشربوا منها في البيت، روح ايه وتريل فيها وتحطها، هتخلي الناس تقرا. لو عندك انفلونزا، عندك زكام، عندك حاجه، ادعي عاديه البيت كله، ملهاش لازمه، فاهم؟ يعني خليك لطيف طول ما انت ماشي على سنه النبي، تبقى انسان لطيف مؤدب مهذب حسن العشره، الناس تبقى فرحانه بيك ومبسوطه منك وعايزه تعيش معاك. طول ما كل ما تبعد عن سنه النبي يقولوا ايه ده؟ هيموت امتى ده ونستريح منه؟ وعنه به قال: وحدثناه عبد بن حميد قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله، غير انه قال: واختناثها ان يقلب راسها ثم يشرب منه. باب كراهيه الشرب قائما. السنه انك انت لما تشرب او تاكل تاكل قاعدا وتشرب قاعدا، دي السنه، وهذه مستحب وليست واجبة، بحيث أنك لك أن تشرب واقفا، واخد بالك؟ إن لم يكن في مكان مناسب للجلوس. فالنبي شرب واقفا زمزم في حجة الوداع، شرب واقفا صلى الله عليه وسلم، يبقى دل على أن الشرب واقفا جائز، لكن الأفضل أن تشرب جالسا، فهمت بقى؟
وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. والرجل هنا يعني المكلف، مش معنى كده أن الستات تشرب قائما، بس إنها نبع قال أن يشرب الرجل يبقى الست تشرب قائما. الرجل هنا معنى المكلف، لا يقصد بها الذكورة دون الأنوثة يعني، فاهم؟ يبقى الرجل هنا معناها المكلف، والمرأة مكلفة كالرجل، يبقى برضو النساء يشربوا جالسات. أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل، فقال ذاك أشر وأخبث. إذا كان الشرب أخف من الأكل ما تشربش وانت واقف، يبقى الأكل من باب أولى يعني، من باب أولى، يسموها المفهوم الأولوي. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر قول قتادة. وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. والزجر هو النهي بشدة، الزجر هو النهي بشدة. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وعن أبي قال حدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، يعني فليستقي دليل إيه؟ الزجر الشديد يعني، يعني لو نسيت كمان مع إن النسيان مرفوع يقول لك فمن نسي وشرب قائما فليستقي، يعني حاول يتقيأ كمان، ده دليل على انه ايه؟ ان الشرب واقفا إيه عادة اذا استمرت عليها سيئة جدا وقد تؤدي الى بعض الامراض، فهم؟ يبقى لا تشرب واقفا الا اذا كنت في مكان لا تستطيع فيه الجلوس، غير مناسب للجلوس، انما لو في مكان مناسب للجلوس يبقى تشرب جالسا احسن، وكذلك تأكل جالسا. باب في الشرب من زمزم قائمة. عايز يقول لك ان يعني يجوز الشرب قائما، ليه بقى؟ لان زمزم بيبقى حواليها زحمة، هتيجي تقعد الناس هتقع عليك، فبدل ما تشرب هتفطس وتموت ونستريح منك، فاهم؟ لان هناك تزاحم شديد، فلازم تبقى واقف وتشرب وانت واقف عشان تبقى حامي نفسك وما تخليش الناس تقع عليك، فاهم؟ ليه؟ لان المكان غير مناسب للجلوس. باب في الشرب من زمزم قائمة. وعن أبي قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وعن أبي قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول حا قال وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وعن أبي قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع الشعبية سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت.
الكعبة يعني. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأتيته بدلو. باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. يبقى إذا شربت تشرب جالسا وتبدأ بسم الله وتشرب على ثلاث مرات أو مرتين، ولا تعب الشراب عبا بمرة واحدة، واضح؟ فإذا أراد أن يتنفس لازم يميت الإناء عن فمه ويتنفس خارج الإناء، وبعد كده يشرب تاني، وبعدين يتنفس خارج الإناء، وبعدين يشرب تاني. أما التنفس داخل الإناء فيشبه اختناس الأسقية لأنه مستقذر، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عروة عن عزرة ابن ثابت الأنصاري عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، يتنفس في الإناء يعني مش في داخل الإناء، يعني في أثناء شربه من الإناء ثلاثة. شفت بقى لغة العرب ساعات تختصر جملة كاملة وتتفهم من خلال السياق. أما يقول يتنفس في الإناء ثلاثة أي يتنفس في أثناء شربه من الإناء ثلاثة خارج الإناء، ويبقى في هنا يعني في أثناء شربه، وليس هي ظرفا للإناء بل ظرفا للزمان. ففي هنا ظرف للزمان وليس ظرف للمكان، فهمت بقى؟ يعني في أثناء شربه من الإناء يتنفس ثلاثة، تبقى ظرف زمان وليس ظرف مكان، لأن التنفس في المكان وهو الإناء منهي عنه. يبقى في هنا تدل على ظرفية الزمان لا ظرفية المكان، بدلالة النهي عن التنفس في الإناء يعني في داخل الإناء. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد حا قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ، يعني أروى يعني خليك تشرب كمية أكتر، أدي معنى أروى فترتوي من الماء. لما تشرب على ثلاث مرات أروى يعني تشرب أكثر فترتوي أكثر، وأبرأ يعني أبرأ يعني فيه شفاء، لأنك لما تاخد كفايتك من الماء فالماء فيه شفاء لأنه حياة النفوس. وأمرأ يعني أسهل في البلع، جاي من المريء، قلوهم هنيئا هنيئا مريء يعني أسهل في البلع، فهمت؟ يبقى أمرأ يعني أسهل في البلع. في ناس تقعد تشرب كده وكأن بيرمي في جردل، ما يصحش. ها يعني المسلم كده بالراحه ويقول لك تمص الماء مصا مش تعبه الماء حبا، كل دي مهمه. ليه بقى؟ عشان لما تمصه يقوم يبتدي ياخد درجه حراره جسمك بالتدريج، فما يخشش في المعده اذا كان ساخنا فيضرها، او اذا كان شديد البروده فيضرها، لكن لما تمصه بالتدريج يقوم يفقد حرارته اللي هي غير مناسبه لجسمك سواء بالارتفاع او بالانخفاض، يقوم يصل للمعده يكون أبرأ لك يعني أقرب للشفاء وليس للمرض يعني. كل دي نصائح طبية عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم في الشرب، لا بد أننا نراعيها. أولا هناخد ثواب، ثانيا هناخد صحة في البدن. ويقول أنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، يعني في أثناء الشرب. يبقى في هنا في أثناء الشرب، في هنا ظرف زمان وليس ظرف مكان.
وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عند هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي وقال في الإناء. ونقف على باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ. أنا قلت عند دي قراءة التعبانين ناقصين النوم اللي مش شايف قدامه علشان بقالنا كتير ما نمناش، لكن هي عن مش عند. عند التعبانين عن بتبقى عند تبقى قراءة شاذة. نكمل غدا إن شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.